مساء الخير عليكم، كنت تكونوا كل شيء على خير وبخير. صباح الله. فيما كان بغي ندير معكم شي اوديو ولا شي فيديو تكون مروحة، شيء طبيعي. انا مسافرة والكل تعرف، لان الكل كلشي ولا متابع. لطيفة فينا هي ياك ما محبوسة ياك ما فهمتش. المهم جا الوقت اللي خصني نهضر. ما غاديش نقول بحال دائما انا ماشي النوع اللي كنرد، انا ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هاد المره شويه زاد الحد، زاد بزاف، لاني ما كنفكرش في نفسي. دابا انا زمان ما كنتش نفكر نهائيا في لطيفه رأفت، تنفكر في سمعتي، تنفكر في الناس اللي كيحبوني باش ما نعملش شي حاجه اللي تضرهم. لكن الان اول وحده كنخاف عليها وكن يعني كنخمم فيها بزاف وتنفكر فيها بزاف، وهي بنتي، بنتي الماس. نهار اللي تزات الماس وانتوما كتهضروا، ونهار اللي تزات الماس ما خليتوش حتى واحد البنيه تعيش بسلام. ها اللي ما عندهاش باها، ها اللي سرق لها بيض، ها اللي على الزعره، زعره كولتها مع هذا اللي نايض عليه صداع مالي، وكانت سمراء ما نقولش كحله، ولكن تزات مع انسان زعر وكيعرفوه، عرفوه بزاف اللي كيكتبوا عليه. نهار اللي بغي هو يبان مع بنته مرحبا بيه، من حقه الا مبغاش يبان. تحطات البنت معايا، علاش البنت زعرة وهي بيضة؟ يعني شنو هاد الافكار؟ شنو هاد الشيء هذا؟ اش درت لكم؟ على فكره كنتكلم على الناس اللي كتأذي، ما تنتكلمش على الناس. وكنشكر الناس اللي اتصلوا بيا، وكنشكر الصحفيين اللي اتصلوا بيا، وتنشكر الناس اللي كلهم تيقولوا لها طفله لطيفه ما ديهاش في هذا الشيء. ولكن هذه المره شويه زاد، يعني زاد هادشي على حده. وبالاخص انني حتى ناخذ بنتي، انا ماشي سافرت لبنتي على فكره، عاوتاني انا ما سافرتش بنتي نوال، انا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمه ومؤمنه بالله، وكنامن بالرسول عليه الصلاه والسلام وكتابه المنزل بالله سبحانه وتعالى. فانا سافرت لان بنتي عندها عطله فقط، وما سافرتش بها من نهار اللي مرضت للوالده، والان راها مريضه للوالده. ولكن البنيه خاصها تسافر، وباها بغى يسافر، سي نورمال خصني نسافر مع عائلتي. اشنو كيقولوا؟ لطيفه هربات، واش ما عندناش قانون في البلاد باش نهرب؟ علاش غنهرب؟ بغيت هادو اللي تيقولوا لطيفه هربات يخرجوا يقولوا علاش هربات؟ ما كاينش بوليس في الديوانه، ما كاينش حتى حاجه، يعني تخرجوا كيف ما بغينا وتندخلوا كيف ما بغينا في هاد البلاد، يعني عادي عندكم. انني انا هاربه، منين غنهرب؟ بغيت نعرف منين غنهرب وعلاش غنهرب. هادو اللي تكتبوا اللي كتبوا في التعاليق خلاص وصل بعض الاخوان او بعض الناس، ما خصنيش نقول من اخوان، السب والقذف وكلمات نابيه جدا. ما فكرتوش هاد البنيه اللي راه ناعسه دابا مسكينه؟ ما فكرتوش مستقبلا شنو غتشوف على امها؟ نهار اللي تزادت خرجت وحدها بيض، ها سرقت البيض، ها سرقت، طلع عليها واحد مشترجم. ما هضرتش في هذا الموضوع، قلت انا كبيره من هذا الشيء، واحد نقز لها مشترجم وجا وفتحها وحيد لها البيض وجابوا لي. شنو هاد الخرافات؟ شنو هاد البنت باها ولا كل شيء تيقول في با؟ فين عمركم عرفتوا راجلي باش انا الان هذا نقول له نوض نوض تبان؟ فين عمركم عرفتوا راجل لطيفات الا واحد رحمه الله سي حميد العلوي، وكان ممكن ما يتعرفش لو ما كانش مدير اعمالي، لان كان مدير اعمالي كان يمكن هو معروف اكثر مني. انا بديت صغيره ما كنتش معروفه، مي هو كان معروف عليا لانه كان مدير اعمال ديال الاخت تمام بغدادي، رجاء مليح الله يرحمها، مجد عبد الوهاب، كان يعني مدير اعمال ديال بزاف ديال الناس، وهذاك الشيء كان معروف. انا اللي ما كنتش معروفه هو عرفني. انا بنتي ديك الكويس ديال كنشرب الزعتر وفلي ولا لا هذاك، لان مروحه أو تاني هذا أتاي ماشي شراب، هذا أتاي، لأن هاد الشيء اللي ولينا فيه حنا في المغرب ولا خايب بزاف. هذا أتاي، أتاي فيه الحامض والعسل والسكينجبير، جابوه لي باش شوية لأن حلقي وصدري وراسي عيت بلي زونتيبيوتيك كيما كنقولو. مشكيت عليكم وحدي تيقولو لطيفة تزوجت ستة تزويجات، بغيت نعرف اش من فوقاش حضروا؟ واش حضروا ليا في العشاء ولا في الغداء ولا وقت اللي كنت نكتب كاغيط مع هاد الناس؟ كنقولوا كاغيط درب الصداق، فوقاش واش حضرتوا معايا؟ لطيفه تزوجات ستة تزويجات انا غنبقى نجاوب اي واحد، راه كلشي كيوصلني انا ما كندخلش، لكن الناس كيصيفطوا لي الله يكثر خيرهم.
واحد بعدا قال كلمه ما نقدرش نقولها عليكم، نقولها لكم، سبني بسب نابي. علاش هادشي؟ عاد نجيكم الموضوع اللي نتوما فيه الان خايضين. علاش انا ما عمري بغيت نهضر، دابا غنهضر. بنتي ما كنبينهاش من حقي ما تسمعش، هي قربت تبارك الله بداتها كبرت بغيت تبين راسها الله يعاونها، لكن انا ما ولتهاش باش ندير بها اشهار، ما ولت ما ماشي من حقي، ماشي من حقي نشهرها. دابا بغات كبرت تقول لي انا بغيت كاع نتعرف، علاش عرفتيني كاع من الحياه هذه باش انا نتشهر؟ انا ما كان انا كنخرج كيشوفوني الناس. نهار اللي تكبر كاين باها، كاينه هي، كاين خوتها، عندها خوتها، الا بغاو يبينوها يبينوها. دابا ما مشي من حقهم، مي غتكبرت فين؟ علاش البنت من هيك من كنحطها كنحطها علاش؟ ويلي شعرها زعر، ماشي بنتها. شحال من واحد، انا خويا الله يرحمه جواد تشوفو بنته غيتا تشوفو هو، انا بنتي راه ماشي كتشبه باها، بنتي راه بزاف وكتعرفوها، بعض الناس راه كيعرفو باها مزيان، انسان معروف ماشي انسان ماشي معروف. وانا كنحترمها، اي انسان ما بغاش يبان من حقه. انا قالك ما تزوجتش او ولدت معاك باش بنتي تشهر، هذه نقطة واحدة، هذه غنسالي غنسد عليها. النقطة الثانية، هاد البلبلة اللي نايضة على هاد البارون المخدرات، عيطوا لي بعض الصحفيين، عيطوا لي بعض الإخوة، قال كلام الأحسن تجلس تعاودنا. أنا ماشي من حقي نعاود وماشي من حقي نعرف، نعرف الناس كنا مزوج الزيجان ديالي وما تزوجتوش ثلاثة المرات، أوكي ثلاثة المرات، واحد الله يرحمه مات وزوج بقي في الحياة، ولو أنني ماشي من حقي، ماشي من حقكم تعرفوا حياتي. وبعض الناس اللي كيحبوني وكيحترموني غيبقى فيهم الحال اليوم يقولك علاش نزلتي لهذا المستوى، لكن نزلت لهذا المستوى باش هذوك اللي نازل تحت مني يطلعوا شوية مستوى. هنا بزاف هادشي بزاف. أنا هاد المالي باش نرد على واحد المقال عاد تفتوه لي دابا شي وحدة، هل لطيف رأفت كتعلم بأنه كيدير مخدرات؟ غنجاوبكم وغنجاوب هاد الصحيفة ولا صحيفة ولا موقع ولا ما عرفت شنو. بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت من سكوب كتقولوا عليه بارون وعندو فعال وترك وطيح اسماء، ما يمكنش يثق في وحده يلاه عرفته ربع شهور ويقول لا انا بارون مخدرات، حيت انا ما احتاجاش لبارون مخدرات، خليوني نبقى باغية بلادي اللي هزاتلي وعطاتني اسم كبير، خليوني نبقى جمهوري المغربي اللي انا مفتخره به، خليوني نبقى نبقى باغا بلادي انا وبنتي، خليو بنتي ما تكرهش بلادي، سواء بقيت في حياه او كبرت وجلست في الركنه، خليو بنتي تبغي ناسها وتبغي اصلها وبلادها. انا بهذا الشيء وليت تنقول شنو درت في بلادي، الوقت اللي كانوا الاخوات كلهم كيسافروا وتهاجروا ويغنيو برا ويغنيو في الخليج ويغنيو في مصر، لطيفه ما بغاتش، لطيفه تنقول لا ما نبيعش بلادي وما نمشيش وما ناخذش اسم اخر من غير لطيفه، باش نهار اللي يسمعوني يقول هذه لطيفه رأفت ماشي اسم اخر. للاسف اسمي رأفت حق، ما عندي ما ندير، حنا كليتنا رأفت اسم شرقي، اكيد كلشي كيتسنى واقع هاد البارون. انا هاد السيد ولا ماشي من حق تحت يعرف، مي انا غنقولها، هاد السيد دخل من باب الواسعة وبغى يتزوج بلطيفة، معرفة بالضبط 15 يوم وطلب الزواج، وهاد 15 يوم عرفتو بأنه رجل أعمال من أفريقيا اللي جاو المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش أنه يستثمر، وعرفتو شركات وعرفتو عنده أموال وعنده ماشي عنده مخدرات، عرفتو كأي وحدة غتعرف إنسان عنده، ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه من جراني واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال، مشيت معاه في الحلال، راجلي على سنة الله ورسوله كان. يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجة بستة ديال الرجال ولا كتار وهذا، وقيلت هما حضروا فيه يقولوا لكم كيفاش كان ضرب الصداق، بويسكو تيقولوا لطيفة شبعة زواجات وستة زواجات وكيف، ويلا يقولوا لنا هذا العرس ديالي مع هذا السيد او ضرب الصداق ديال هذا السيد شنو كنت لابسه وشنو كان لابس هو، هذا ديال انسولين ديالي يا بنتي، راه الله يرضي عليك.
والله العظيم بغيت الحمد لله معايا عطفة الوالدين ورضاة الوالدين ومحبة الناس ودعاوي الناس معاه مع هذا السكر وهذا الشيء، الله يحفظه صافي. خلينا غير ربي هاد البنيته على بسلام، الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يخليكم معز عليكم. انا ما عمري تنمرت على شي حد، ولا عمري هدرت في شي حد، ولا عمري نوريكم حتى لانسولين في كنضربها للاسف، والله ما نستاهل بالله. مش بس حيت مريضه، راه كلشي مريض، الله يشافي الجميع. ما نستاهلش على الحب اللي عطيت لبلادي واللي كان اللي كنكنوا لولاد بلادي بالاخص. يجي شي واحد يقول لي، حتى اللي عادوني وغادوني هكاك عادوني غراتويتمون، والله لا للاسف كنشوف اللي عادوني ولا كنت كنبغيهم وكنحبهم وكنقدرهم، هما اللي ما فهمتهمش علاش عادوني. جو سيبا ما نعرفش، انا ما نقدرش نعرف اي واحد جا وعادني وهضر فيا ما نعرفش، لان ما نقدرش، ماشي مسؤول على ودنو اشنو سمع. الوغ هاد السيد جنب باب واسعه تزوجت بيه وكان وشتو وفتو مع ناس ومع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش تطيح لي في بالي ان واحد يجي تبيع مخدرات او كيف، انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير، اش بابا كانوا كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش معايا. يعني زوج على سنة الله ورسوله، طلقت منه مدة 4 شهور و10 ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات ابدا. واش هذا الشيء صح نيت؟ اولا خصكم تعرفوه، كيعرفوها كاع اللي تزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، زواج مختلط، تيكون واحد لونكيت، لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه؟ هل السيد ما عنده والو؟ السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه، قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر، ماذا بيا يستثمر في بلادي؟ ماذا بيا يخدم الناس؟ ماذا باش باش يعيشني؟ على فكره انا عايش في داري، جا عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي، انا داري اللي كسبت هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر، فيلا بحال جميع الناس. بنيتها في 2005، وهذا السيد عرفته في 2000 في اواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من اخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي من حقه، كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي وعندي، خصك تسكني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي، عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش، كان هناك غموض، خصني نعرف بزاف د الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي جمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق شقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصتو. اوكي لو كنت عرفتو بارون وعندو هادشي، وغنقول لك انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا. انا مشت منه، انا كندوي مشت منه غير الخير، مشت راجل كازمع كيامر تزوجات مصدقش الزواج، ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط، يعني ها الشركات ها كلشي، مي كل مره كنسالو على بزاف الحوايج، انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك، دار داري، والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها وتيقولوا خلالها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرقه الوطنيه عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا، ما نخلاليش انا. ولو كون عرفتو بارون، لو كون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعش مشاكل ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضاة الوالدين، محبة الجمهور، ومستورة والحمد لله مستورة، حسبوها كيما بغيتو. انا واحد النهار مشيت مع واحد الناس واحد الفيرما في الغرب، ماشي ديالي راه فيها 2.5 كتارات كدا كدا، تسماو البنان كله اللي في الغرب ديالي. مشيت مع واحد الناس وما عرفوش اشنو عندي، واش هذيك الفيرما؟ قال لي وي كنعرفها. واش ديك اللي عندك فيها 30 قطار ديال لافوكا؟ علاش هادشي كله؟ علاش؟ حاجه واحده، كتستهونوا بزاف بالامن الوطني ديالنا، كتستهونوا بزاف الفرقه الوطنيه. هل يعقل هاد الاسماء كلها اللي تجبدات في هذا الموضوع يخلوني انا استثنيوا فقط لطيفه رأفت؟ شكون هاد لطيفه رأفت؟ عطيت البلادية الحمد لله، ومازال الا باقي فيها شي صحه نعطي،
والله انا باغي نعطي شويه غير بنتي باش تشوفني كنغني، ومن بعد بسلامه صافي. عرفتي شنو كاين؟ صدقت انا خاربه. شي واحد يكتب هو يقول لك راه في باريس فلوس المالي، المالي لقاني كنسعى، المالي ما لقانيش كنسعى، المالي جات كان في داري. تخبركم السياره اللي عندي وكتشوفوها كلكم الروج بقى عندي من 2014 الوحيده اللي شريت وما بدلتهاش. يلا يلا هادو اللي كتعرفوني مزيان وعارفين هادشي كله يلا جيو سردوا شنو كاين. والقضيه فات عليها 10 سنين 2014، داخلين في 2024 الله يجعل يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وبركه. 10 سنين نهار اللي بدات القضيه، ها الفرقه الوطنيه عيطت لها وسخفت. انا عندي شرف انني نمشي للفرقه الوطنيه، عرفتي شنو هي الفرقه الوطنيه ديال المغرب ولا؟ انا عندي شرف انني نكون ضحيه ديال هاد ديال هاد، لان باش نكونوا واضحين بارونات كثار كاينين في المغرب، عندنا مصايب بحلا وكل نهار كنشوفوا خرج واحد بكاء شدوا هذا شدوا هادي، يعني موجود هاد الشيء. هذا تعرف وتعرف بزاف باسمي انا الضحيه، لان لطيفه رأفت ولطيفه رأفت للاسف في خبركم بان واحد البرنامج ما غاديش نقول اسمه كانت لطيفه هي اللي معروضه عليه. اش قال واحد خينا ما غاديش نقول مش ما نقولش جنسيته لهذا البرنامج دوله خليجيه، قال لهم لا يلا لطيفه رأفت طبعا مغنيه مغربيه وغتقدم اغنيه مغربيه وكذا، ولكن اجيو تشوفوا سمعتها شنو دايره في اليوتيوب. علاش؟ هذا هو جزاء لطيفة رأفت، هذا هو جزائي من بعد 37 عام ديال الخدمة في المغرب. شكرا بزاف، الله يكثر خيركم، الله يكثر خير كل من سبني وكل من هاني وكل من جبد لي شرفي واسمي واسم بنتي واسم رجلي واسم عائلتي. الله يكثر خيركم، نعاودها لكم في الخير. وللأسف كلمة واحدة اللي غادي نقول، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا الحمد لله بخير، مريضة طبعا مرضي عادي. الناس كلها كتنبض السكر، وعلى فكرة حتى السكر شي وحدين قال لك راه طلع لها السكر من نهار اللي صبح فيها البارون. أنا السكر طلع لي، عرفتوا علاش؟ طلع لي من بعد كورونا، راني كورونا راني كنت في الإنعاش مدة 20 يوم. الأطباء اللي كانوا مقابليني ربما الان راه يقدروا يشوفوا هاد، ولو انهم ما كيشوفوا الاطباء ديالنا اللي كفء ما كيشوفوش هاد الخرابيط ديال السوشيال ميديا. من بعد كورونا فشافينا بالكورتيزون، هادشي معروف الكورتيزون طلع لي السكر، وما نزيدش نطلعوا عليه اكثر من هكذا. الله يكثر خيركم، فهذا هو الموضوع. والله يخليكم خليو اسمي بعيد، لان الاسم ديالي ما متعلقش بيا بوحدي، فيه بلادي فيه ولادي في عائلتي في الناس اللي تحبوني في جمهوري داخل الوطن وخارج الوطن ولو يكونوا غير جيراننا. باش نكونوا واضحين، علاش كتمسخوا هذا الاسم؟ اش دار لكم هذا الاسم؟ والو، لاني تزوجت انا ما وراه ولد عمك وخوك في مدة 4 شهور ما يقدرش يعطيك شنو كيدير، هل يعقل؟ لا يعقل. فالحمد لله الفرقة الوطنية راه حطات شكون اللي ممكن امبليكي في هذا الموضوع، والله اعلم بيناتهم. لو كنت انا امبليكي بصح نيت ما غاديش ما غاديش نخرج من المطار. ثاني انا عمري ما صفت شي محكمة وعمري مشيت للمحكمة. السلام عليكم، وحسبي الله ونعم الوكيل.